بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائي من معاد التمرين الخاص بـ Create a Storage Blob. إذا المرحلة الأولى Create a Storage Account، قمنا بخلق خلق حساب Storage. لاحظ اسمه Storage Bay، ولو تتبعنا مختلف المراحل اللازمة لخلق خزان حساب 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 تخزين داخل الازور، وذلك بإعطائها اسم، ثم سبسكريبشن، ثم الريسورس جروب، ثم نوعية التخزين. فوالا، اذا ستوريج باي قمنا بخلقه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا سنذهب الى المرحلة الثانية الخاصة بالتمرين. إذن work with blob storage، العمل على storage blob. إذن هناك أنواع من الأكونتات الخاصة كما قلنا أزور فايل، يعني ملفات الأزور، blob storage الخاصة بتخزين البيانات الضخمة كالصور والفيديوهات، وقلنا queue storage يعني سلسلة رسائل وعلى set of messaging. ثم قلنا بأن هناك أشياء أنواع أخرى وعلى. إذن in this section، في هذا ماذا، في هذه الفقرة وعلى، أو في هذا الجزء، you will create، سنقوم بخلق a blob container and upload a picture. إذن سنقوم بخلق وعاء بلوب، يعني وعاء سيضم بيانات على شكل فيديوهات، اوديوات، صور، نصوص الى غير ذلك. بلوب كونتينر اند ابلي، تحميل وعلى تحميل صوره ان داتا ستوريج. وعلى عندما دخلنا، لاحظ دخلنا الى ستوريج، سيلكت كونتينرز، اذا سنضغط على كونتينرز. سنضغط في المره الاولى احبائي الكرام على كونتينرز، الاوعيه وعلى مجموعه الاوعيه، ثم كونتينر، ثم الضغط على كونتينرز لنقوم ان شاء الله بالشيء التالي. اذا سنقوم بالذهاب الى كما قلنا الحساب. اذا in the data storage select containers، اذا سنذهب هنا ونذهب الى containers. لاحظ يا احبائي الكرام، containers على اليسار، containers هنا. اذا داخل containers سنقوم ان شاء الله بالذهاب الى create container، زائد هنا، اذا زائد create container. ها يا احبائي الكرام، إذن سيعطيني new container، سيقوم يقول يعطي اسم هذا الكونتينر. إذن سنقوم إن شاء الله بتسميته، select a name، enter a name for the container. إذن سنسمي إن شاء الله دائما container ولا، ثم storage، شوفوا شيء قبل underscore، لا، إذن كما قلنا هنا الاسم كونتينر واحد، لاحظ ستوريج، دائما هناك لور كيس، حروف صغيرة وأعداد فقط. إذا كلا أحبي أن ستوريج كونتينر ستوريج، ثم واحد للتفرقة أحبائي الكرام، ستوريج به دائما نفس بالكي وهلا. إذا الأمور مرت بسلام. إذا سأذهب إلى هنا وأقوم بالضغط إلى create، خلق ذلك. إذا سنتبع التعليمات، name، إذا public access level، private no anonymous access، public access level، هنا public access level، سندخل private no anonymous access، voilà private container، إذا private عادي كما هنا private no select create. إذا سنقوم بالضغط على create لخلق هذا الوعاء. creating storage account، successfully create storage account، الحمد لله. إذا خلق تلقائيا logs، يعني ان جورنال، ثم كونت واحد ستوريج باي. اذا سنذهب سيلكت كرييت، فوالا،
back in the other portal, select the container you created. Then select upload. إذن سنقوم بالضغط على الكونتينر الذي قمنا بخلقه. ثم select upload. إذن سنذهب هنا. ثم select. لاحظ بالكرم. قمنا بسلكت يعني الضغط هنا على ثم هنا upload. إذن سنقوم ب هنا back الرجوع إلى Azure Portal, select the container you created. قم ب إظهار الكونتينر الذي قمت بخلقه ثم الضغط على upload. إذن سنقوم إن شاء الله بالضغط على upload. يا بسم الله. فوالا. إذن قمنا بالضغط على upload blob. فوالا. Browser for file. سنقوم بتحميل أحد الصور. Browse for the image file you want to upload. اختر صورة. Select it and then select upload. قم بالضغط على upload. Select the voilà. إذن browse for the image file you want to upload. إذن قم بالذهاب إلى الصورة التي تود أن تقوم بتحميلها. نتمنى أن يكون عندي بعض الصور. إذا نشوف أحبائي الكرام بعض الصور. شوف هاد نونو بي إن جي فوالا. إذا سنذهب هنا إلى فوالا براوزرز فور فايل. سنذهب إلى ديسكتوب ثم ذهب إلى هذه الصورة نونو فوالا أوفرير. إذن a file nuno.png. سنضغط إلى upload مرة أخرى. uploading successfully upload. إذن عندي هنا nuno.png داخل هذا الوعاء. إذن عندي هذه الصورة. إذن سنذهب هنا browse for the image file you want to upload. Select it and then select upload. هذا ما قمنا به. إذن select the blob يعني the file the blob you just upload you should be on the property tab. فوالا. إذن حاولوا نخلقوا هذه. فوالا. إذن الخواص يعطيك هنا الخواص. إذن select the blob file you just upload you should be on the properties tab يعني يعني سلسلة الخواص وهو ما موضح داخل هذه الخواص يعني last modified آخر تاريخ للتغيير created time يعني وقت خلق هذه الصورة إلى غير ذلك. إذن هناك سلسلة من الخواص. إذن سنذهب إلى التمرين. copy the URL from the URL file and paste it into a new tab. إذن you should receive an error message similar to the following. يجب أن نحصل على ماذا؟ نحصل على هذا الخطأ. إذن copy the URL from the URL field and paste it into a new tab. إذن نأخذ الـ URL هو copy to نأخذ الـ URL HTTP الوصول إلى هذه الصورة باستعمال HTTP نمشي عند new tab هنا حاولوا نديروا لي pass فوالا HTTP storage blob core windows net trun هذه. إذن خاص يعطيني error. إذن يجب أن أحصل على خطأ لأن هنا يجب أن أحدد أشياء أخرى. فوالا إذن error لاحظ جميل جدا error. ثم هنا resource not found هذا الرسوس غير موجود وهو ما موضح الحمد لله هنا. إذن جميل change the access level for your blob. إذن سنقوم إن شاء الله في الفيديو المقبل بتغيير مستويات الوصول إلى هذه المعلومات. شكرا وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله.